بالنسبه للفوتوماتيك ديفينيشنز بقى، الديفينيشنز بتاعتها متغيره خالص، ان احنا بنتكلم على الريسبونس بتاع الهيومنز للايه، لللايت اللي جاي دوت. فاول حاجه لازم نعملها ان احنا نفهم الهيومنز بيعملوا ازاي بيرسبشن لللايت، اوكي، او الفيجوال ريسبونس ده بيحصل نتيجه لايه. فهنلاقي عندنا تو سنسورز موجودين عندنا في الهيومن فيجوال سيستم، حاجه اسمها رادز وحاجه اسمها الكونز. اوكي، الرادز دي بتبقى سنسيف فيري سنسيف عموما بس نو كلر. الكونز بتبقى السنسيفيتي بتاعتها اقل شويه بس بتحس بالكلر. اوكي، فبنلاقي ان احنا في عندنا نوعين من الفيجن، حاجه اسمها فوتوبيك فيجن وحاجه اسمها سكوتوبيك فيجن. الفوتوبيك فيجن ده هو النورمال فيجن ات هاي ليفلز اوف اليمينيشن، وده اللي بيحصل فيها ان الاي كان ديستينجويش كلرز. طالما هي فيها الكلرز واضحه يبقى معنى كده هي الكونز هي اللي بتبقى ريسبونسبل عن الفوتوبيك فيجن. سكوتوبيك فيجن بقى بيحصل ات لو لايت ليفلز، وبيبقى فيها يعني نتكلم على الدارك ادابتد اي، يعني نتكلم مثلا انا دخلت في اوضه والاوضه دي كانت يعني الضوء فيها خافت جدا، هلاقي ان هي بيسكلي اقدر اديتكت الاشياء اللي موجوده في الاوضه دي، بس اكشولي تمييز الالوان فيها بيبقى ضعيف شويه. اوكي، فعشان كده السكوتوبيك فيجن ده بيبقى ريسبونسبل عنه اساسا الرادز. ف يعني العلماء رسموا من الريسيرش، يعني رسموا الرينج بتاع السنسيتيفيتي بتاع السكوتوبيك فيجن وبتاع الفوتوبيك فيجن، فلقينا ان هما بالشكل ده كده. فلاقي ان هو الاثنين بيبقوا مثلا بنتكلم على البيك بتاعت الفوتوبيك فيجن بنلاقيها عند 550 مثلا، السكوتوبيك فيجن بنلاقي ان هي شيفتد تحت شويه، اوكي، بتبقى عند حوالي مثلا 500 او اقل من 500 شويه. والاثنين حقيقه في رينج بيبقى هما الاثنين متقابلين فيه، بس في رينج بيبقى السكوتوبيك فيجن بيبقى اكتر بكتير قوي من الفوتوبيك فيجن، والعكس صحيح بقى. بنعرف بقى بعض الفوتومتريك ديفينيشن زي اليومينس فلكس، ده بيبقى بي نيو، ده بيتعرف باليومينز، وده بعض الحاجات اللي احنا بنلاقيها مثلا على اللمبات بتاعه الكهرباء بنلاقي ان هي مكتوب عليها كذا اليومن مثلا. اوكي، دي بنتكلم على ان احنا عندنا البيك سنسيتيفيتي بتاع الفوتوبيك فيجن حوالي 555 بالظبط عند الجرين لايت. اوكي، فاحنا بنتكلم على ان البي نيو بتساوي 1 لومن، معناها ان احنا عندنا البي بتاعتنا اوكي بتبقى بالقدره دي، يعني الباور اللي طالعه لي بتبقى بالقيمه دي، بتبقى 1.464 ملي وات. اوكي، لما بتكلم على البي بتاعتي بتساوي 1 وات، بيبقى البي نيو بتاعتي هي عباره عن 683 ليومن. اوكي، فمعنى كده ان احنا ده الكلام ده كله عند 555 نانومترز. اوكي، فبالطريقه دي اقدر احول من الباور العاديه اللي هي الباور اللي واصله لي او طالعه لي رادييتد من الـ من السورس بتاعي لحاجة تعبر لي عن قدرتي للفوتوبيك فيجن، قدرتي على ان انا اعمل الفوتوبيك فيجن. اوكي، فمعنى كده ان انا بتكلم على ان انا يعني بحاول بقى الحاجة اللي انا كنت بشوفها في الراديومتريك ديفينيشن للحاجة هنا بشوفها في الفوتوماتيك ديفينيشن، تفرق معايا جدا في الفيجوال بيرسبشن. الريشيو اللي هي بي نيو على بي ات 555 نانومترز بنسميها اليومينس افيكاسي، اوكي، فور فوتوبيك فيجن. دي بتبقى بنسميها كي ام، ودي بتبقى حوالي 683 ليومنز بير وات، ده هي نفس الرقم ده هو بالظبط. بالنسبه للسكوتوبيك فيجن بقى بنلاقي ان نفس الريشيو دي ليومنس افشنسي بتاعتنا بتوصل تبقى 1700 ليومنز بير وات، ودي طبعا عشان السنسيفتي اعلى بكتير جدا 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 في السكوتوبيك فيجن عن الفوتوبيك فيجن. بس طبعا احنا بناخد بالنا ان السكوتوبيك فيجن طبعا ما فيهاش كلر ديسكريميشن. لو احنا بقى خدنا البي بتاعتنا هي الباور اللي اميتد من السورس بتاعنا ده، وتخيلنا ان هي spread uniformly over the visible spectrum، الـ overall conversion efficiency هتبقى ساعتها 200 lumen per watt. اوكي، طبعا احنا بنتخيل ان احنا الـ efficiency بتاعتنا او الـ sensitivity بتاعتنا للباور دي عند كل الـ levels بتاعت الـ او كل الـ wavelengths دي كلها زي بعضيها، بس actually هي مش زي بعض. عشان كده بنلاقي ان احنا عندنا conversion efficiency في حاجه زي الانكانديسنت لامب اللي هي اللمبه العاديه خالص، مش الفلوريسنت ولا الموفره، اللمبه العاديه خالص، بتبقى من 10 ل 20 ليومن بير وات، ودي طبعا رقم قليل جدا. اوكي، لو بنبص على الفلوريسنت لامبس بنلاقي ان هي من 60 ل 80، فيعني بنتكلم علشان كده ان الفلوريسنت لامبس دي طبعا الافشنسي بتاعتها اعلى بكتير جدا من الانكانديسنت لامبس. لو احنا بقى عرفنا النمبر اوف ليومنز بير ستيريديان، يعني احنا لو تخيلنا كده ان احنا عندنا اللمبه اللي عندنا دي
بتطلع لنا لايت لكل يونت يعني سوليد انجل بتساوي كام، يعني بعرفها ان هي ان ترمز اوف لومنز بير ستيريديان يعني يونت سوليد انجل، دي بسميها الكاندل. ودي ساعات برضو اللي هي الكاندل دي اللي هي عاده لما احنا بنشتري لمبه بيبقى بنشتريها بالشمعه يعني 100 شمعه او حاجه زي كده، فدي برضو واحده من اليونتس اللي احنا ممكن ان احنا نلاقيها واحنا بنشتري مثلا اللايتنج لامبس مثلا، فممكن احنا نتعرف عليها برضو نعرف هي جايه منين او نعرف هي الفرق بينها وبين اليومنز ايه بالظبط. فالكاندل هي اليومن بير ستريديان. لو احنا لاحظنا او الناس لاحظت ان البيك اوف ذا اي سبيكترم افشنسي فانكشن از اولموست ذا سيم ات ذا بيك اوف ذا سانز بلاك بودي سبيكترم، واحنا فاكرين يعني في الجزء بتاع البلاك بودي سبيكترم بتاع الشمس، لقينا ان البيك بتاعه الكيرف بتاع الشمس ده اولموست عند 550 برضو او 555 زيها زي الاي بالظبط. فطبعا في بعض العلماء فسروها ان دي ايفولوشن بالنسبه للعين، بمعنى ان العين ابتدت بحاجه مختلفه وفي الاخر هي ادابتد للسبيكترم بتاع الشمس اللي هي موجوده فيها. طبعا الاكسبلينيشن ده طبعا صعب اثباته وطبعا صعب حتى تصديقه. يعني العلماء اللي فعلا جادين بقى لقوه ان احنا بنتكلم على كل الفيرتبريت اي كومبوزيشن، هنلاقي انه مكون اساسا من كوره ميه عباره عن 2 سنتيمتر. اوكي، فلو احنا بصينا على الابسوربشن سبيكترم بتاع ال 2 سنتيمتر اوف ووتر هنلاقي شكله عامل كده بالظبط، فهنلاقي ان البيك بتاعته هنلاقيها موجوده في نفس البيك بتاعت فوتوبيك سنسيفيتي بتاعت الاي. اوكي، لو احنا لاحظنا برضو ان احنا لو قارنا الكلام ده بالانسكتس اللي هي الحشرات هنلاقي ان العيون بتاعتها ما فيهاش ووتر، يعني الووتر قليل جدا فيها، فمعنى كده بنلاقي ان هي شيفتد نتيجه لكده ناحيه المور الترا فايلت. يعني مثلا بنلاقي الناموس مثلا بنلاقي ان هو بيبقى سنسيف للالترا فايلت راديشن عن الفيزيبل لايت. فعشان كده يعني التفسير بتاع ان الاي كومبوزيشن هو ده سبب ان يخلي الاي افشنسي او السبكترال افشنسي فانكشن بتاعت الاي بيكد عند 555 ده جاي نتيجه للكومبوزيشن بتاع الاي مش نتيجه للادابتيشن للشمس.